إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا المتابعون الأفاضل، منكم تكونوا بخير وعلى خير. كما عودناكم فيديو جديد وأخبار جديدة وتطورات جديدة. شنقول لكم اليوم؟ جاتنا واحد الأخبار اللي الصراحة صعيبة وصعيبة بزاف، من بعد الفقدان ديال الأخت مديحة الله يرحمها في هذا النهار، اللي كذلك أن الأخ ديالها الحمد لله أنه هاجر عندها ومشى باش انه يتم الدفن ديالها. اليوم كيعطيوها له في الصندوق الاخت ديالو اللي يتمنى انه يشوفها مباشره، واقفه على رجليها وشايفها وضحكه ومبسسمه مع وليداتها. كيشوفها اليوم في الصندوق لانها غادي يتم الدفن ديالها في تركيا، يعني ما غيجيبوهاش للمغرب مع الاسف. الله يرحمها ويتولاها الجنه باذن الله يا ربي. هذا الشيء صعيب على وليداتها وعلى خوتها وعلى عائلتها، ولكن الاخبار اللي كاينه ان الزوج ديالها ما كانش في الجنازه ديالها في مره، وانما كانوا شي اشخاص اللي هما قلال الصراحه، واللي هذا الشيء اللي اسفنا، لان بنت بلادنا كتدفن في بلاد غريبه وبلاد اللي ما نصفاتهاش بطبيعه الحال. المهم اخوتي، كنتمنوا ان يتاخذ الحق ديالها إذا كانت بصح أن الزوج ديالها هو اللي تعدى عليها أو اللي هو اللي سبب الوفاة ديالها. بغينا الحق ديال هاد السيدة يبان. كما كتعرفوا أن الحق غيبان يبان بإذن الله، والروح عزيزة عند الله، والله يرحمها والله يغفر لها ويغفر للجميع. مهم أخوتي، ما تنسوش تبارتاجيو هاد الفيديو باش الحق ديال هاد السيدة والحق عائلتها والحق بنيتها يتاخد. إلى ملتقى آخر، سلام عليكم مع مستجدات أخرى بإذن الله.